بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 55 من سلسلة صيانة وإصلاح محركات الديزل، والمحاضرة بعنوان أنواع وعاء الزيت ونظام التزييد الأويل بان أند لوبريكيتنج سيستم. وعاء الزيت الأويل بان هو الوعاء الذي يتجمع فيه زيت تزييت المحرك، والغرض منه أن يعمل كخزان لكمية معينة من الزيت طبقا لنوع المحرك، والحفاظ على مستوى الزيت بحيث يكون ثابتا ومناسبا بالنسبة للملخب أثناء هبوط أو صعود المرتفعات. لذا تكون قاعدته ذات مستويين مختلفين، المستوى الأول والمستوى الثاني، كما يحتوي على طب التفريغ للبلاك في أدنى نقطة فيه حتى يمكن تفريغ زيت المحرك بعد فك هذه الطبة. يوجد نوعين من أنواع وعاء الزيت. النوع الأول لوبريكيتنج ويت أويل بان، وعاء الزيت المولد. This section examines the sump. The sump is bolted to the engine under the crankcase. It is a reservoir or storage container for the engine lubricating oil and a collector for oil returning from the engine lubricating system. The sump can be formed as a thin sheet metal pressing and shaped to ensure that oil will return to its deepest section. The oil pickup tube and strainer are located in this deep section to ensure they stay submerged in oil and to prevent air being drawn into the oil pump. Some high-performance vehicles have a windage tray fitted to prevent churning of the oil by the rotation of the crankshaft. The sump's large external surface area helps heat transfer from the oil to the outside air. In some designs, the sump is an aluminium alloy casting with fins and ribs to assist in this heat transfer. أما النوع الثاني من وعاء الزيت يقال له lubricating dry oil pan، وعاء الزيت الجاف. الفيديو الذي أمامنا يوضح وعاء الزيت الجاف dry oil pan، بحيث يتم تخزين الزيت الزائد في خزان خارجي للمحرك الأويل سامب تانك. ده الأويل سامب تانك، وليس في وعاء الزيت الجاف. وتوجد ملخطان، أحدهما تسحب الزيت من وعاء الزيت اللي هي المضخة الأولى السكافنج بامب ويرسله إلى الخزان، والآخر يأخذ زيت من الخزان، ويرسله إلى فلتر زيت المحرك ليبقى الحد الأدنى لكمية الزيت في المحرك. الشكل الذي أمامنا يوضح نظام تزييت محرك اليمر 6Y22WL، ووعاء الزيت من النوع الجاف lubricating dry oil pan. يتجمع الزيت في الصامب تانك اللي هو خزان الزيت، ثم يتجه إلى فلتر الزيت الموجود بقاع السفينة. هذا الفلتر عن طريق مضخة الزيت الأويل بام، ومن مضخة الزيت الأويل بام إلى فلتر الزيت السنتريفيوجال أويل فلتر، ثم يتجه إلى وعاء الزيت الجاف الأويل بام. والجزء الأكبر الخارج من مضخة الزيت يتجه إلى مبرد الزيت الأويل كولر. وفي حالة استخدام مضخة الزيت الاحتياطي اللي هي دي الستاند باي إلكتريكال أويل فلتر، يتجمع الزيت داخل خزان الزيت ومنه إلى فلتر الزيت الموجود بقاع السفينة الأويل فلتر
fitted in hull. عن طريق مضخة الزيت الكهربائية الاحتياطية الستاند باي الكتريكال اويل بام، ثم يتجه الى ممرز الزيت ومن ممرز الزيت الى الاويل فلتر فلتر الزيت، والراجع من فلتر الزيت يتجه الى وعاء الزيت الجاف الاويل بان، ثم البريشر ريجوليتنج فالف منظم الضغط، ويتجه الى وعاء الزيت الجاف الاويل بان، الزائد من الزيت يتجه الى وعاء الزيت الجاف الاويل بان، ثم يتجه الزيت الى الماكينه المحرك الانجن، ثم الى الماسوره الرئيسيه الموجودة داخل السلندر بلوك المين جاليري، وتتفرع إلى فرعين، فرع لتبريد أو تزييد عمود الكامات، أما الفرع الآخر لتزييد عمود الكرانك شافت، ثم تتجه إلى مضخة مبين ضغط الزيت اللي هو البريشر جيج، ثم يتجه الزيت الى التربو شارجر تزييد الشاحن الجبري، والراجع الى وعاء الزيت الجاف، والراجع من فلتر الزيت سنترفجال اويل فلتر وفلتر الزيت الاويل فلتر والبريشر ريجوليتنج فالف المنظم الضغط، والراجع من الشاحن الجبري يتجمع في وعاء الزيت الجاف، ثم يتجه الى الصام تانك غزان الزيت، وغازات الزيت تخرج من اعلى المحرك خروج الغازات الجاز اوتلت.